تفضل، كيف بقدر ساعدك عدنان بيك؟ فيروز خانم، ليش اجبرتها انك تبيع الفيلا؟ ما اجبرتها، يعني فيك تقول اني ساعدتها مشان تسدد ديونها. بس هذا اللي عم تساويه مو حلو بحقك بنوب. ما بهمني، فهمها كيف ما بدك تفهمها. وانا بعرف شو عم تفكر. بسيطة، انا بدي اشتري الفيلا، قديش بدك؟ بعتقد انك فهمان غلط، الفيلا صارت الي وانا ما بدي بيعها هلا يا عدنان بيك. قديش بدك؟ انا ما رفضت مشان تزيد السعر، انا عن جد ما بدي بيعها وهلا بدي اسكن فيها، بدي خليها هيك مثل ضريح لفيروز خانو. انت مريض، عن جد انت واحد مريض. هديك المرة هي اللي نزعت علاقتي مع ابني، وبس يرجع لعندي نهاد وهو ندمان وقتها بتاخد البيت، وغير هيك لا، حتى إذا بشوفه عم يشحد بالشوارع. مثل ما قال نهاد، أنت واحد مريض ولازم تشوف دكتور. بكرة منشوف. بتمنى مرة تانية ما أشوف وشك لأي سبب كان. شو عم بيعمل هاد؟ ما هو ساكن هون. اوه بيسان خانم، يا مرحبا. شو اخبارك؟ الاخبار عندكم؟ كيف فيروز خانم؟ اليوم طلعت من العناية. والله خبر حلو. مراد لسه بدك حليب؟ لا شكرا. وأنا كمان ما بدي، شربت كتير. يسلم، صحة وعافية. يعني صار فينا نزورها؟ إجت سمر خانم وإختها. خليها تصح بالأول بعدين تستقبلك منشان ما تشوفها وهي بهالحالة. ماشي. آه مهند إجا لعنا. شو أخبارك؟ منيح تمام. أهلين. أهلين يا خانم. قولي لسليمان أفندي إنه بيسان ونهاد رح يتعشوا معنا اليوم. حاضر يا خانم. الحمد لله على سلامة فيروز خانم. ايه الحمد لله صارت احسن هلا. الحمد لله على سلامتها. قال عدنان بيك انها حكت. ايه والله صارت احسن بكتير. وانتي كيفك نهال؟ منيحة، اهلا وسهلا. واهلين فيك كمان. ممكن روح على الحمام؟ بنهاية الكوريدور حبيبتي. بعرف، شكرا لك. ايه نعم خانم، اتصلت وقال بتسلم كتير. اه ليش راحت؟ الصبح رجعت على المزرعة. أنا رايحة على المطبخ. حزير، لوين بدنا نروح بنهاية الأسبوع؟ لوين؟ هأنقرة؟ لا، تأهلنا على التصفيات النهائية. أوه برافو يا بطل. عن جد عم تحكي؟ كفك يا بطل. أنت كمان بدك تروح معنا مو هيك؟ أي يوم، بس إن شاء الله ما يكون يوم السبت. بدنا نروح السبت والمباراة يوم الأحد. رح نفرح كتير إذا رح تروح معنا، رح ننبسط كتير. ما فيني روح. ليش؟ يوم السبت عيد ميلاد بشرة. يا الله، خليها تجي نحتفل هونيك. ما رح تقدر تروح بنوب لأنه عزمت كل رفقاتها. أصلاً السيارة ما رح تسعنا. منيح، لو فيني روح كنت رحت بالطيارة. أنا طالع غير تيابي. سمر خانم أكيد ما رح تزعل مني إذا ما إجيت على العشاء، ما هيك؟ خد راحتك. راح تسافروا بالسيارة؟ وإذا يعني؟ راح نروح كلنا سوا إن شاء الله. هالشي بيتعلق بوضع ماما، يمكن ما نقدر نروح. أنا قلت لك بابا ما رح يروح مشان ما يترك سمر خانم لحاله، وبكرة بتشوف. رح نروح مع بشير والمدموزيل. لا تخافوا، البابا رح يروح حتى لو أنا ما قدرت روح. مستحيل يخلي هيك مباراة تروح عليه. يلا نهال، بيسان خانم ضلت لحالها بالصالون. ليش بابا وين راح؟ عم يغير ثيابه. جاي فورا. يلا تعال.
قال سمر حابة تجيب ماما لهون مشان يهتموا فيها. منيح، بتضل هون لبينما نلاقي لها شي حل. لا تأخذونا، تأخرنا عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فيكم، شو أخبارك؟ الحمد لله. رح يسافر على أنقرة مشان نهائي مباريات كرة السلة. حلو، برافو عليك. شو مهمتك بالفريق؟ رتب الخطط. حلو كتير. إذا بتريدوا تفضلوا على الطاولة. خلينا نستنى لحتى يجوا الكل. روح عند أهلهم؟ لا 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 تروحي، هلأ بيجوا لحالهم. أنت أكيد لازم تروح يا عدنان، أحسن ما يقولوا أنه أنا السبب. طبعاً حبيبتي أنا حابب أروح كتير، بس بتعرفي قديش عندي شغل يا سمر، وأنت ما رح تخلصي لحالك. أنا بدبر حالي، وتجهيز الغرفة كتير سهل، بتعرف أنه أنا ما رح ساويها، رح خليهم يجهزوا الغرفة اللي تحت. فكرة كتير حلوة. معناها أنت خبرهم. إجا بابا وسمر خانم. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. مساء الخير. تفضلوا لجوا. شو؟ بيسان خانم عدي هون رجاءً. بدك تروح معنا ولا ما بدك تروح؟ لوين؟ نهاد شو بتشرب مع الأكل؟ البيت أحمر لو سمحت، وعصير فواكه لبيسان. أنا بجهزه. مدموزيل. لا أنا ما بدي أشرب ميرسي. ما قلتي له؟ قلت له. رح تجي معنا على أنقرة؟ أنقرة شو؟ يا أوف بابا حاجة تزعله حرام. معقول ما أجي؟ شلون ما بدي أحضر مباراة ابني؟ بحبك كتير، الله يخلي لي إياك. وأنا بحبك. أهلين حلمي بيك. أهلين فيكي. وين أروى خانم؟ بالصالون يا بيك. أروى شو صاير؟ خير؟ لوين رايحة؟ حلمي ما عاد أقدر أتحمل. نحن اللي بيجمع بيننا أكتر من الزواج. أنت كان لازم تحكي لي عن كل شي صار. من شأن الله تركينا من هالحكي الفاضي هلأ. عم بتعب طول النهار وهذا جزاتي؟ نهاد قال لي كل شي، حكالي على اللي صار اليوم وكل شيء قلت له يا لعدنان بيك. ايه صايرة ما عم بعرفك حلمي، انا حابة ننفصل. هيك لكن لكن اطلعي مثل ابنك. يلا اتركي البيت. ما رح أخليكي تطلعي. عم أقلك عدي اترك إيدي رجاءا. ما رح تطلعي أروى. وإنت كيف بدك تمنعني؟ شو بدك تعمل فيني مثل ما عملت بإبننا؟ إنت من قبل ما كنت هيك، لما كبرت شركاتك ومصاريك زادوا بالملايين إنت صرت شخص تاني. أنا ما فيني أتحمل شوفك هيك، ما بقدر أعيش معك. لا تروحي. نسيت إنه نحن كلنا عائلة، ما عم تشوف غير حلمي أو نال قدامك. لا تروحي رجاء. حلمي عم بحكي عن جد، ما عاد اقدر اتحمل. لا تروحي. بضل بشرط واحد، بدك تتصالح مع نهاد. ما بدي اي شيء تاني منك. هاي باردة، كان لازم نسخنها. ماشي حالة، يلا بسرعة كلوا حتى نبدأ بتقديم الحلويات بعد الغدا لفوق.
يعني لا تأخذينا يا شهيرة خانم، أنا ما بحب أكل أكل بارد. أعطيني لسخنهم شوي. ما في داعي، شكراً. أنا بدي أقول له كنت رح توقعني. بشير، نحن رح نروح على أنقرة. وبالسيارة؟ أكيد. وبابا رح يروح، بس سمر خانم ما بتقدر. حزروا ليش يا ترى؟ فيروز خانم رح تجي لهون بعد ما تطلع من المستشفى. قولي على هالمصيبة اللي وقعت علينا. ما عاد إلي نفس للأكل. قالت سمر خانم رح تقعد بالغرفة اللي بالمدخل. إذا هي بتجهزها ما في مشكلة. قوم بشير، إجا مهند بيك. شفته. مراد لا تطلع لبرا، برد. Thank you.